انتو شو الكون شغل هون؟ بأي عين جايين على بيتي؟ إذا مفكر رح سامحك لأنه أنقذت بنتي فأوعك. كان لازم تفكر قبل ما تتهم بنتي. رح اشتكي عليكم كلكم، رح تتعاقبوا على عملتكم. هن مالهم ذنب ابنه، إذا عم تدوري على المذنب فهوجوه. أنت شو عم تخبص؟ بعدين أنت شو إلك شغل مع هدول العالم؟ أنا بالمكان الصح. لو سمحتي خالي آيلة، إذا عم تدوري على المذنب اطلعي وراكي. بار؟ شايف الكل هون. بترجاك قلي هالحكي مو صح؟ لا لا، انت بتعرف اللي عاشته جمرة، تعالجت سنين لتخلص من صدمتها. انت كنت جنب جمرة وهي عم تعيش كل هاد. لو سمحت بارك قلي انه هاد ما نو صحيح. بعتذر منك. أنا آسف كثير. نلع من بيتي فورا، نلع من هون بسرعة. ما عم تشوف وشها لجمرة، عم تسمعني؟ كلكن نلعوا من بيتي كلكن. والله برافو عليك يا جابري، طلعنا نحن اللي ما بنعرفك منيح. مع الأسف. حلال عليك يا أخي، عن جد حلال عليك. بس شو صار لك أنت؟ ماشي، لنقول إنه اللي جنبك عنده مشكلة بضميره، فهمنا. أنت شو قصتك؟ كمان ما عندك ضمير؟ لك جاي على بيت المرأة وبنتها؟ لك أنت يا الله دخيلك. إذا بدك قول إنهم وقحين وبلا ذوق. خلصنا؟ مو شايفين حالته للشاب؟ مبين عليه ندمان. ندمان مثل هديك الليلة؟ كان رح يصير عندك ضحية تانية بارك، وبنفس الوساخة. أنو ليلة؟ ليلة الحفلة. يلا بارك احكي لهم. ما تخاف ابني، احكي. احكي لهم لرفقاتك قديشك واحد وسخ وبيقرف. اصلا حالتك بتبكي. دقيقة واحدة بس. بارك شو عم يقول؟ انو ليلة الحفلة؟ قلي انو ليلة؟ احكي وفهمنا انو ليلة، شو عملت يومها؟ انا اللي هجمت على هذا ليلتها. الله يلعنك، انت شو عم تقول؟ شو عم تقول ولا؟ جاوبني لشوف شو عم تقول يا قليل الشرف. كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف قدرت تخدعنا وتضحك علينا يا واطي؟ فهمني ولا؟ لك جاوبني يا حقير. عم لك جاوبني. ما عم تسمعني ولا؟ خلونا نمشي بلا ما نخرب له النقاشات. موفقين شباب. لك كيف قدرت؟ كيف قدرت انك تلعب علينا؟ لك يا واطي اللي كيف قدرت تمثل علينا؟ انتوا لساتكن هون؟ يعني ما بتفهموا الكلام؟ عم قلكن انقلعوا من بيتي. شو عم يصير؟ بعتولي مسج ألجي وجاكري إنه نعرفه بكل شيء. أنت كيف فتي لجوا؟ سيفيم خانهم؟ بارك شو أنت ما عم تسمعني؟ ألجي وجاكري عرفوا بهديك الليلة، شو ما عم تستوعب شو عم؟ سيفيم خانهم
أنا مو قلت لك ما تخلي حدا يجي لعندي؟ هي شو عم تعمل هون؟ يعني أنت ما بتفهمي بالحكي؟ بس مارك بيك. لا لا، أنت مطرودة، تمام مطرودة. اتصلي بالمحاسبة وخدي حقك، وشو لك حساب عنا سكري. يلا يلا، الله معك. يلا بارك، شو هاد اللي ساويته؟ ليش لحتى تقلع المخلوقة هلا؟ أنا فكرت بلكي بوصفك محلة، لأنه أنت متعودة من أمك وأبوك. ها؟ بس إذا ما رح تبلشي شغل هلا، طلعي لبرا لو سمحتي. ما رح روح، أنا بدي استنى موكينا. بما أنه الكل صار بيعرف بكل شيء، فشو القصة وقفت على عمو كينان بس؟ هلا أنت عم تهدديني ما؟ نو، أنا بس عم ذكرك بخطورة الموضوع. بارك، نحن لازم نعمل شيء، وهلا لو سمحت ممكن نقعد بعد إذنك؟ شكرا كثير. اللي شو رح نعمل؟ هدول رح يدمرونا أكيد، ورح يتمادوا كتير كمان. شو بدنا نعمل؟ وكيف رح نسكر هالموضوع؟ انت كيف قدرت تشيلي هاي القصة من راسك هزال؟ بتعرفي أنا عندي فضول كتير كبير أعرف بخصوص هذا القسم. رغم كل شي قذر ووسخ عملته فيكي، انت ليش حمايتيني؟ ممكن تفهميني؟ انت عن جد ما عندك أي احترام لذاتك. انت عم تخبص مو؟ لا، انا بهديك الليلة كتير خبصت، يعني انا وصلت للذروة بهديك الليلة. بس انت ما كنت بوعيك بارك، ما كنت انت اصلا. انا بعرفك منيح، بعرفك منيح واكتر من اي شخص تاني. بارك انت لهلا ما عم تستوعب، لك أنا بحبك كتير. أنت مريضة شي يا بنت؟ في شي بمخك قليلي؟ يعني لو وفا ما أجا بهديك الليلة ولحقك عآخر لحظة، ما كنت بتعرفي شو رح يصير؟ أنت شو بدك لسه يصير؟ أنا مشان خليكي بعيدة عني ومشان ما عاد تقربي مني، شو كان لازم يصير لسه؟ فهميني. طيب إذا أنا سامحتك، أنت شو دخلك؟ مين دخله بقراري؟ لهذا السبب بالذات أنا ما عندي ذرة احترام تجاهك، لأنه أنت مو محترمة حالك. وهلا قومي انقلعي من بيتي، قومي اطلعي من بيتي ومن حياتي، وحلي عني هزال. قومي روحي يا هزال، روحي يلا. لا تخاف، ابوك من زمان بيعرف انك شخص تافه ووضيع. هزال، بتمنى تكوني قايمه شويه مصاري على جنب تدبري حالك فيهم، لأنه من هاللحظة خلص بح. شو بدك أنت؟ كم شخص لازم يموت بسببك؟ كمان بدك جمرة تموت؟ هزال أنا كتير آسف، أنا كتير آسف إني ما قدرت لاحظ الشي اللي عم يصير قدامي، ولا حسيت حتى. هداك الوسيخ ما منعرف بشو مهددك لحتى عم تسكتي لحد اليوم، بس ما عاد في داعي تخافي من بارك يا هزال، لأنه نحن ما عدنا عبيد عنده مثل قبل. نحن من هلأ ورايح جنبك، إذا حبيت تشتكي فنحن معي، كوني واثقة.
خذوا راحتكم. يي شو هاد اللي صاير هون؟ إلجي انتو عايشين هون بهالخرابة هاي؟ قصدك أنا؟ بس أنا اللي عايش هون. وعيلتك ليش مو عايشة معه؟ يعني نصهم مات ونصهم مسافر. أوف لا خلصني، وين عيلتها؟ طلعوا من هون، أو بالأحرى فيك تقول إنهم هربوا. وليش؟ يعني في أكتر من سبب لهالشي هاد. بالمختصر هنن صار لهم شهور غايبين، وبما أنهم مو مبينين فأكيد هنن هربانين، وأنا هيك فجأة صرت عايش لحالي، ما في حدا ينظف معي، ولهيك حالة البيت فوضى. بس ما تقلق وأنا منيحة. عن جد لا تاكلوا همي، أنا مبسوط ومرتاح، أموري منيحة، وحسابي بالبنك مليان في ملايين كتير، ومزاجي دائما عالي. بس بده ضبضبة شوي. لا تطلعوا هيك، بالعكس هيك أحسن لإلي. بس ليكو رح يضل هالشي بيناتنا، ما في داعي حدا يعرف أبدا. اوعكم تفضحوني على السوشيال ميديا وإلا رح نتزاعل. لك شو بدنا بقصة السوشيال ميديا؟ هاي مو حياة تنعاش لك أخي. ليش بقى؟ شوفني، طلع علي، عايش حياتي وما أحلاني. بس يعني وانت قاعد هون ما خطر على بالك شي تاني مثلا؟ مثل شو مثلا؟ مثل انك ترمي الزبالة على القليلة. يعني كل شي بلش من ورا طلبات البيتزا. فجأة طلعت هيك ولقيت الكراتين مكومة حوالي. شبكن لا تزعلوا، أنا حر، حر مو بس حر كمان غني. بعدين عيلتي حولت كل مصاريها على حسابي بالبنك. تعرفوا شو معناه هذا الحكي؟ يعني منقدر نعمل اللي بدنا إياه يا رفقاتي، اللي بدنا إياه. أوه وأخيرا. والله الله يسلم إيديكم، صار المكان بجنة. تعال لهون وشوف. اتفقنا؟ اتفقنا. بس أنا ما كتير بوثق فيك، ولهيك رح أجي كل فترة لحتى فتش. ايه ولا ضروري، ما صار البيت بيتكم. ايه ممتاز، وكمان بنسبح بالمسبح. ايه طبعا. يا قد ما قلت لها لأني إنه عندي حساسية ما تخلتني أسبح أو أنزل على المسبح. ايه ما تاكلي هم، نعمل بول بارتي امتى ما بدنا هون. ثلاثتنا ان شاء الله. بس تتعافى جمرة اكيد بتجي لهون، ومنكون كلياتنا مع بعض. نحن شو صار معنا لك اخي؟ هاي الصداقة اللي اتفقنا بعمرنا ما نتركها. والله بظن بعد هديك الحفلة كتير صعب يرجع كل شي مثل ما كان من قبل. القاتل محتمل يكون موجود حوالينا، ونحن مهمتنا انه ندور عليه ولا ايه. ايه صح، بس هو حدا من دفعتنا واضح هذا الشيء، وبظن انه علي اكيد رح يعرفه للقاتل. شو صار؟ خير شو صار لك؟ تبي ديري بالك. خير خير. انا لازم روح فورا. لوين؟ شبك هزار؟ بعدين بقلكن، هلا لازم روح. طيب اتصلي فينا اذا صار معي. هزال انت شو عم تعملي هون؟ من وين عرفتي وين انا؟ يا الله. اول شي رحت على بيتك وسألت عنك، ما كنت هنيك. بعدين سألت الاولاد قالوا لي انك هون. حابب افهم قديش طلعتي بنت رخيصة انت؟ ها؟
يعني كم مرة لسه لازم ألعك يا هازال لحتى أنت تحلي عني؟ أنا ما جيت كرمالك أبدا، أنا سكرت دفترك وخالصي نسيتها، فهمت؟ أها. أنت هلأ إذا بتركع لي أو بتحط الدنيا بإيدي أو بتعرض علي تتزوجني فأنا بدعسك وبمشي. أنت لسه ما بتعرفني، على قد ما بحب على قد ما بكره، وأنا محيتك وخلص انتهى، صرت ماضي وانتهى. طيب تقبلي تتزوجين؟ ما رح تجاوبيني ما هيك؟ ليكي لآخر مرة رح أسألك، تقبلي تتزوجيني؟ ليش استخدمت دفتر مذكراتي اللي كنت كاتبته بخط إيدي؟ وكأنه أنت اللي كاتب. علي بهداك اليوم كان بده يشوف مين اللي كاتب هديك الرسالة يا أستاذ، وحضرتك خبيت خط إيدك. ليش عملت هيك بارك؟ صراحة أنا أجتني فكرة كتير مثيرة للاهتمام، بس ما هيك أنا حابة أسمع منك. إن كنت تريد أن تجد القاتل تعامل مع عدوك. مانك حابب تجاوبني؟ ليش خبيت عن علي خط ايدك بارك؟ ولا الشخص يلي كان تارك لكم الملاحظة انت؟ شو اللعبة اللي عم تخطر تلعبها استاذ بارك؟ We'll be right back.
لا 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 لا. شو صار؟ شو في؟ تعبتنا. ليش عم تضحكي ولا؟ انت منيح ولا؟ الله يلعني، شو عملت؟ شو صار معك يعني؟ ليش هيك؟ خالتي قدر، انا كنت عم اركض ورا ناس وبعدين ضيعتهم. وانا وين كنت طيب؟ والله ما بتذكر وين كنتي. لقيت القاتل، خلصت اللعبة. أهلا وسهلا، تفضلي. هذا صار بيتك الجديد. شو عجبك؟ ها؟ حبيتي؟ بس بالمناسبة شو اسمك؟ ألو؟ ها؟ هاتو حلو. ايه وانا بارك، تشرفت بمعرفتك. شوفي في جنينة وورا في مسبح. وهداك جدو كينار. ايه ما فيني اقلك انه شخص بينحب، بس عن قريب رح نخلص منه. خليها بيناتنا، اتفقنا؟ خليني عارفك. هاتو هاتو حبيبتي، جدك كينان. جدو حفيدتك هاتو. فكرت كتير انه لبينما اتزوج وجيب اولاد يعني لسه في وقت كتير، قلت احسن شي جيب لك حفيد، لهيك بقدم لك حفيدتك. حفيدتك الرائعة الحلوة هاتو. بوسي ايد جدو. بوسي ايد جدو. بوسيها. ما بصير تقلل احترام جدك كينان يا هاتو. بنتي روحي على غرفتك، روحي على غرفتك. يلا شو عملت بالمشاهد؟ أنو مشاهد؟ احكي شو عملت بالمشاهد اللي رح يسودوا حياتك إذا وصلوا لقيت حدا. فيك تشرح لي أكتر الموضوع؟ لا تبلش تلف وتدور، جاوبني. أنا ما عم أفهم عن شو عم تحكي يا جدو. شو عملت بالفيديوهات اللي على الهارد ديسك؟ أنو هارد ديسك؟ الهارد ديسك اللي فيه فيديو ليلة الحادثة. أنو ليلة؟ الليلة اللي مات فيها وفا. وينه؟ شو عملت فيه؟ وين خبيته؟ خبيته هون بابا، هون. أنا من شهور وأسابيع وأيام عم عيد وشوف نفس الفيلم. مليت كتير. بالأصل بدي شوف المشهد الأساسي بس ما عم تزبط ولا بطريقة. المشهد الفظيع اللي بينتصر فيه الخير على الشر. تمام. بس بهداك الفيديو لا تنسى إنه في عملتك بهزال بصالة الرياضة هديك الليلة كمان. رح تروح حالك من ورا كرهك لإلي يا ولد. الشرطة افتحوا الباب. لا بابا، مزبوط اني بكرهك،
بس بتعرف شو؟ مع الأسف بحب حالي كثير. مسحت مشاهدي، فيك ترفع راسك بإيدك. أنت خليتني صير نرجسي مثلك. تفضلوا. سيد كنان، بدك تجي معنا على القسم لتعطينا إفادتك. أنتوا بتعرفوا مع مين عم تحكوا؟ هذا بيكون كنان أوغلو بذات نفسه. تفضل خلينا نروح. ما بيجي بلا المحامي تبعك. ما تأكل هم بابا، أنا رح أتصل بمحاميك. برأيي لا تضيع وقت. لو سمحت، تفضل معنا. متواجد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.